لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في ملعب الدودي سبورت، وحشوني جدا، وأهلا بيكم مرة ثانية، وأهلا بيكم مرة ثالثا. وقبل ما نخش على الكام خبر اللي معانا دول، عايزين مشاركة كمان وفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم وأكون عند حسن ظنكم. اللهم صلي وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نعرف اللي فيريرا كسبان السنة اللي فاتت واللي قبليها كسبان 2 دوري، عايزين نعرف واخد كاس مصر. دلوقتي بنتكلم وبنقول ما هي كلمة السر في لقاء السوبر. انا عايز اعرف يا عم دودي، هل لو هو في لقاء السوبر هل المباراة دي فيصل للنسبة لفيريرا؟ عشان احنا سامعين كلام كتير جدا بس مش متاكدين منه، اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، اللي بيقول لك ملايين السعوديه بترفرف في السماء وبتلعلع الدنيا وبتقول لك احنا عايزين فيريرا في احد الانديه السعوديه. هل انت مقتنع، او هل انت في حته كلمه السر بتاعت السوبر؟ يعني انت عايز تقنعني ان الكلام ده واصل من سياده المستشار مرتضى منصور بيقول اللي فيريرا لو خسر ماتش السوبر يمشي؟ ده انهي حاجه بتقول كده في الكوره؟ لا، انا مش موافق في الموضوع ده. انا كدودي سبورت مش موافق في الموضوع ده. ليه يا كابتن دودي؟ ما تهدى كده شويه، هقول لك ليه. علشان الراجل واخد 2 دوري واحد سوبر، واحد اتنين دوري واحد كاس مصر. لما تيجي تقول له كلمه السر هي السوبر، فرضنا لا قدر الله يا كابتن دودي اللي انت خسرت كاس السوبر، تقول للراجل بالسلامه؟ ده انهي حاجه في الكوره بتقول كده؟ انهي قاموس الكوره بيقول كده يا جماعه؟ اللي الراجل ياخد لك 2 دوري وماشي كويس بشكل كويس جدا، والراجل بيحب نادي الزمالك وقال لك انا مش همشي من هنا علشان بحب نادي الزمالك، تيجي انت في مقارنه صغيره في حته سكلين شيت كده بمعنى الكلمه، سكلين شيت، وانتوا عارفين سكرين شيت يعني ايه؟ بكلمه اللي هو يخسر السوبر يقول له بالسلامه؟ لا، انا مش موافق الموضوع ده. كابتن سيد عبد الحفيظ في مشاده بينه وبين سياده المستشار مرتضى منصور على لعيبه المنتخب الاولمبي اللي بنتكلم فيها، عنده لا يقل عن 6-7 لعيبه من النادي الاهلي مع المنتخب الاولمبي، وحسام عبد المجيد عايز بيقول لك لا، انا هسحب حسام عبد المجيد، مش هلعب ماتش السوبر، انا بتعلق بشماعه غيري، انا مش عارف ايه. انا عايز افهم حاجه دلوقتي، النادي الاهلي لعيبته دي مش قد حسام عبد المجيد في السن، مش قد لعيبته لما يروح منتخب الاولمبي، مش قد اللعيبه وقد امكانياتها في النادي الاهلي في حته المنتخب الاولمبي. انا عايز اعرف ازاي الراجل قال لك انا مش هسحب النادي الاهلي، انا هلعب من غير اللعيبه دي في النادي الاهلي في ماتش السوبر. انت هتقف على حسام عبد المجيد، يبقى احنا هنسحب من مش عارف ايه، يبقى انت لما تجيب حسام عبد المجيد انا هجيب اللعيبه دي من المنتخب الاولمبي وخلي المنتخب بقى يخرب، يعني المنتخب الاولمبي يخرب من غير اللعيبه دي. يعني لما يبقى عندك 6-7 لعيبه من النادي الاهلي في المنتخب الاولمبي قدام مقارنه حسام عبد المجيد، يعني انت معناتها اللي انت ما عندكش 6 باكات بعد اصابه الونش اللي هنتكلم عليه في حلقه اليوم. صدمة الونش وجماهير نادي الزمالك، الناس بتقول لك ده جاله رباط صليبي، ده الناس بتقول لك مش عارف ايه، لا انا بقول لك انا بقى اهو، خد منها مني بضمان التعليق العربي. الونش قطع في الوتر الخلفية، قطع في الوتر الخلفية، مش رباط صليبي، قطع في الغردروف الخلفي، مش عايز تأليف، هيغيب من 4 أشهر ل6 أشهر. يعني الراجل كل الدنيا كلها بصراحة حزينة عليه، لعيب محترم، لعيب راجل، لعيب بيشيل الفرقة في أي وقت من الأوقات، لعيب إمكانياته عالية جدا، نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، ولعيب إمكانياته قد الدنيا بصراحة، ودي كلنا مصر كلها بتشهد بيها، إذا كان لعيب محترم أو لعيب كويس أو لعيب قد الدنيا، قد المسؤولية، قد كل حاجة، هو الونش إن شاء الله بإذن الله زي ما كنا بندعي الأكرم توفيق، هندعي لمحمود الونش ونقول له إن شاء الله بإذن الله ترجع أحسن من الأول بإذن الله تعالى، ويكون يتم شفاك على خير بإذن الله من 4 ل6 أشهر،
قطع في الغضروف الخلفي. سيادة المستشار مرتضى منصور مدلع الدنيا وبيقول انا بتاع الغلابة. ايه ده يا ابو كباتن، انت بتاع الغلابة ليه؟ هو انت بتدي عيش ولحمة في الشارع للناس الغلابة ولا الدنيا ماشية ازاي عشان نعرف؟ قال له لا، انا هدخل تذاكر نادي الزمالك بعشرين جنيه تذكرة. ايه ده؟ ده انت عايز لسادي يتملي كل ماتش، ده انت عايز روعة الروعة يا راجل، ده انت عايز متعة المتعة يا راجل. انا بقول لك اهو مرتضى منصور اعلان رسمي فهمي نظمي منه هو شخصيا، تذكرة الماتش بعد كده لجمهور الزمالك هتبقى بعشرين جنيه. بيقول لك انا بتاع الغلابة. فعلا لما يكون تذكرة بعشرين جنيه انت هيخش لك كل ماتش لا يقل عن ستين سبعين الف متفرج، مش هيخش لك اقل من خمسين الف متفرج، مش هيخش لك اقل من اربعين الف متفرج يا سيدي. انا بقول لك اهو بضمان التعليق العربي التذكرة بقت بعشرين جنيه. النهاردة بنقول للنادي الاهلي بطل مصر، بنقول للنادي الاهلي اللي بيمثل بطل مصر بنقول له هارد لك بعد خروجه من نصف النهائي لليد على ايد البطل الالماني ب 36-28. هارد لك للنادي الاهلي، وطبعا بنقول للنادي الاهلي هارد لك مره تانية علشان النادي الاهلي كان بيلعب نصف النهائي بطولة العالم. طبعا هو كان قد المسؤولية بصراحة وأدى مباراة طيبة، بس هو توفيق وقدر الله ما شاء فعل بالنسبة للنادي الاهلي على البطل الالماني بوداع النادي الاهلي من بطولة العالم للأندية في كرة اليد. هنيجي للاخطبوط، هنتكلم عليه بقى في حتة انجليزية كده شوية. الاخطبوط اللي لا يرحم حد، الاخطبوط ده عارفين مين؟ اللي هو الواد اللي اسمه هالاند اللي باكل بني ادمين ده، ده اسمه الاخطبوط. جايب 17 هدف في 11 مباراة، ده هياكل بني ادمين المرة اللي جاية والمرة اللي بعديها، والدنيا هتخرب مع هالاند. طبعا هالاند لعيب كبير جدا جدا جدا، جايب في مباراة النهاردة جونين، كسبانين 3-1 وجايب جونين النهاردة، علشان بعد ما كان 15 هدف بقى 17 هدف في 11 مباراة، والدنيا خربانة جدا مع هالاند. وهالاند ده ربنا يستره ما قومش من النوم الاقيه واكلني وانا مش حاسس. هالاند ده يا جماعة بياكل بني ادمين بمعنى الكلمة، فعلا 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 فيرود محطة، فيرود هجام، فيرود هداف، على بال ما الدوري يخلص يكون جايب له 70-80 جون. وطبعا هو ده اللي الكرة عايزينها، دي هي دي الكرة الأوروبية والكرة العالمية والكرة ومتعتها والكرة وأسرتها. وكده أكون وصلت لنهاية حلقتي اليوم من ملعب الدودي سبورت. قبل ما أقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم وباذن الله اكون عند حسنكم. انتظروني بكره في ملخص الاسبوع الثاني من مسابقه الدوري الممتاز، علشان بنزل لكم لحظه بلحظه وبكون معاكم لحظه بلحظه من الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز. انتظروني غدا بعد ملخص الماتشات بكره باذن الله تعالى، اكون عند حسنكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.